واقع الحال المرير لمنكوبي حي قنبيطة بوهران. المنهارة منازلهم لم يشفع لهم أمام مسؤولي الولاية المتفرجين على حجم المعاناة التي يقابلها برودة في التعامل مع الوضع. يوم ربع أيام باتوا برا وجوارين هنا بينا بولادنا، حقرة هادي حقرة أموناج، أنا نبات برا مريضة كاردياك، جي لو بغا كاسي، علاه علاه هاد الحقرة؟ حنايا ولاد قنبيطة ساكنين من بكري في لافينيت كاناستيل، جا هذا هدم لنا السكنة، شردنا في الزنقة بينا بولادنا. أوامر والي الولاية بالتدخل وترحيلهم لم تطبق، والتساؤل المطروح أين يكمن الخلل؟ خاصة وأن الأسر المنكوبة بها أطفال متمدرسون وشيوخ ونساء مشردون. الوالي على باله بلي دينا سكاني، ما دينا سكاني، الوالي قال بلي احنا دينا سكاني، احنا مازال ما دينا سكاني، احنا متشردين. بلاد شهداء وخايسيننا برا، على يديروا لنا كيما هكا؟ نسى خوتي برا، خواتاتي برا، كون مات خوتي، راه اختي في السبيطار. داو لنا قشنا تزربعت، احنا خوتي نطلبوا من السلطات باش تعاوننا، الا بغا السلطات تعاوننا ربي يعاوننا، كاين ربي 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 تقده، غادي نديروا كواطين، غادي نديروا كواطين في لافينيت كاناستيل ونقعدوا هنايا. لربما لم تتدخل السلطات البلدية لانشغالها بالانتخابات المحلية، ولم تطبق أوامر الوالي بترحيلهم، والأسباب مجهولة، ورجع الصدى لآهات هؤلاء يحتويها لحد الآن الشارع بدل اهتمامات المسؤولين.